الشهيد وهما خير سلف خير خلف لهذا الوطن العزيز، لأن اللي دفع الثمن في هذه البلاد الشهداء رحمهم الله. يوم الشهيد الذي اتخذ يوما عيدا في 89 في نادي الصنوبر. اليوم الوطني للشهيد ويصادف شهر فبراير أربع ذكريات، هي ذكرى تكوين المنظمة الخاصة في سنة 47، وذكرى سنة 60 ذكرى القنبلة الذرية في رقان، والذكرى الثالثة هي ذكرى المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. احتفل الشعب الجزائري بيوم 18 فبراير بيوم الشهيد والذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ما علينا إلا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. شهداء الوطن، شهداء ربي يرحمهم، خدموا على الوطن. يعني التضحيات الكبيره اللي قدموا هذو الشهداء ربما تكون في ذاكره شباب اليوم. انا نقول للشباب قوموا بالواجب نتاعكم اليوم، التركاز والمستقبل للشباب جميع الشباب، ويتطلعوا في بلادهم. هذه اللي نقولها نوجهها للشباب، المستقبل راه ليهم الشباب مش الكبار. 18 فبراير سي احياء ذيك المجاد وقيلا اتا شاهد 18 فبراير اللي شفتها وري يمنا الفافا السي اكيلو يا ترى. والله حماس نهدا شو ذوك، والله حماس رئيس، والله حماس رئيس اليوم الشاهد عمي سيقيس لغا اول تونسي لغا اول لقيه 18 فبراير اكشو ندي يوم الشهيد في الجزائر الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، وهذا اليوم حظي به الشهيد بالتكريم والذكر والتبجيل لما ضحى به من الغالي والنفيس من أجل نيل السيادة والكرامة الوطنية. وكان الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة سنة 1989 عفوا. في الحقيقة يوم الشهيد هو ذكرى عزيزة على الجزائريين، على اعتبار أن الجزائر فقدت أكثر من 7,500,000 شهيد فقط في الثورة الجزائرية، 1,500,000 شهيد، يعني تقريبا أكثر من عشر الشعب الجزائري. يوم الشهيد هو يوم اللي كاع الجزائريين لازم نقدموا فيه عروض وفنون باش نوعيه الشعب اللي مجاه شهداء هذو ما راحوش هكاك في باطل. 18 فبراير يوم الشهيد من أجل الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجلنا نحن اليوم كي نعيش في الحرية التي نعيشها اليوم. نعرف على يوم الشهيد أن الجزائر تحتفل بالذكرى 27 لليوم الوطني للشهيد من كل سنة، والسنة يصادف الذكرى 27، وعلى أساس قررت المنظمة تاع أبناء الشهداء تأسس في 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 18 فيفري، وعلى أساس أن جل الأحداث التاريخية اللي صارت في الجزائر تقريبا حدثت في شهر فيفري. اليوم الشهيد واش يمثل لك أنت يا؟ يمثل لي أنا، إحنا رانا فرحانين فرحانين، إحنا الحمد لله الدولة كي دارت لنا نهار الشهيد هذا حقنا نحتفلوا به ونفرحوا به. رانا مريحين هنا في حرم الشهداء، وهذه البلاصة كانت بكري محتلتها فرنسا، والله ما يريح فينا واحد هنا. إن يوم أبنائنا احتفال بإحياء ذكرى يوم الشهيد التي تمثل ذكرى عظيمة جدا للشعب الجزائري، وذلك بما فعله شهدائنا الأبرار من أجل تحرير الوطن الجزائر ورفع العالم في العالي. نحيي اليوم يوم الشهيد تكريما له وعرفانا وشكرا للمجهودات التي قام بها كل شهدائنا الأبرار. الشهيد هو ذكرى في الحقيقة، هي ذكرى غالية وغالية جدا على نفوسنا وعلى الشعب الجزائري عامة. تعتبر عيد لجميع الجزائريين، واللي لازم نعرف قيمة الشهداء اللي ضحوا على الوطن وقدموا أنفسهم وقدموا دمائهم باش تعيش الجزائر حرة أبية، ولازم الجيل الجديد يعرف دائما ويقدر المجهودات هذه المبذولة
من طرف السلطات، لأن الشهيد هو رمز الدولة الجزائرية والبلد، هو اللي على جال هذا الشهيد اللي اليوم الحمد لله تكونت دولة جزائرية. يوم الشهيد راه ذكرى للمواطنين الجزائريين باعتبارهم الحرية كمواطن جزائري بحرية العمل بحرية التعبير. رمز الجزائر اسمه الشهيد هو اللي حرر اسمه البلاد، وبسبسو حنا عايشين هكا الشهيد هذا رانا عايشين الحمد لله. يوم الشهيد يوم وطني، فكرنا بالتاريخ تاعنا، تاريخ اجدادنا اللي ضحوا على الجزائر. يوم الشهيد يعني يوم الشهداء الابرار الذي حروا الجزائر، لو كان ماهمش هما ما راناش عايشين دركا لا ليبرتي. وترحيما على شهدائنا الابرار، كما اتمنى للشعب الجزائري بهذه المناسبه ان يكون على سير هؤلاء شهداء. تحديد هذا اليوم بالذات اللي هو 18 فيفري في السبعينات على ما اظن، كان في جنان الميثاق على اساس ملتقى أنه لازم يكون يوم للشهداء، بخلاف يوم للثورة ويوم للاستقلال، لازم يكون هناك يوم يمجد الشهداء وتذكر فيه ذكرى الشهداء بأسمائهم بما كان لهم ممن عرفناهم عن طريق التاريخ ولم نعرفهم. الشهداء ضحوا على خاطرنا، احنا عيب علينا وعار إذا سمحنا في هذا الوطن وطننا. ما كانش كيما خاطر الشهيد قدوة إليا، خاطر هو استشهد باش أنا نعيش هاني ونعيش في استقرار. صراحة ما نعرف عليه والو، بكل صراحة. هو ذكرى عظيمة يجب علينا أن نحتفل بها وأن نمجدها تمجيد كما ينبغي، لأن اليوم الشهيد عظيم عند الله تعالى سبحانه وتعالى. يوم عظيم هذا يجعلنا نتذكر يعني أحداث مجيدة تمثلت يعني في استشهاد هذا الشهيد، كان يخوض ثورة ضد العدو، ضد الاستعمار الغاشم. يا أم المليون شهيد، أبديك هتافي ونشيدي، أبديك غنائي وقصيدي، أبديك سلامة يا جزائر، أبديك سلامة يا جزائر. يا أم المليون شهيد، أبديك هتافي ونشيدي.